طيب، مصر بتعتبر من أول الدول اللي ليها مبادرات كتيرة لمعالجة أزمة التغيرات المناخية، علشان كده بنشوف الحكومة بتنفذ أكتر من 30 مشروع قومي لحد دلوقتي، وده للحد من التأثيرات الضارة بالبيئة، ده غير إعداد استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية. أزمة عالمية يواجهها العالم بأكمله في الوقت الحالي، وهي التغير المناخي، التي تنبئ بإمكانية حدوث كوارث طبيعية نتيجة تلك التغييرات المفاجئة التي تواجهها دول العالم. لذلك بادرت الدولة المصرية باتخاذ إجراءات من أجل مواجهة التغيرات المناخية، إذ قامت بالعديد من المشروعات وإطلاق المبادرات والقرارات، وكذلك احتضان مؤتمرات تبحث عن حلول، حتى أصبح لها دور فاعل ومؤثر في معالجة تلك الأزمة. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن 30 مشروعاً قومياً لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وذلك في كلمته بجلسة من غلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم التي أقيمت مؤخراً. عدة مشروعات بدأت مصر في تنفيذها لمواجهة آثار التغيرات المناخية والحد من غازات الاحتباس الحراري وتوحيد القوى مع المجتمع الدولي وحماية المصريين من آثار التغير بالمناخ. وبدأت مصر التحرك نحو ثورة صناعية ثالثة ترتكز على الاستخدام الفعال والصديق للمناخ وأنظمة الطاقة الذكية وإدارة الموارد المتكاملة، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية بهدف التصدي الجاد والفعال لكل الآثار الناتجة عن التغيرات المفاجئة للمناخ من أجل تحسين حياة المواطن وعدم التعارض مع أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال التغير المناخي. كما أصبحت مصر شريكاً فاعلاً في أعمال اللجنة الخاصة بالإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل 15 مشروعاً في مجالات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.